ووصلنا لفقرتنا التالية، حيث تحولت قاعات العرض بتكية سليمانية الواقعة وسط دمشق إلى خلية نحل عشرات من المنتجين الحلبيين يلي عم يقوموا بترتيب وتنظيم منتجات معاملهم وورشاتهم من الغذائيات ومن الألبسة ومن الجلديات أيضا والحلويات الحلبية اللي أنا كتير بحبها والأدوات الصناعية والتحف والفضيات لعرض الصناعة السورية ولحتى نثبت أنه نحن شو ما صار فينا نرجع منقوم من جديد ومنثبت حالنا وخاصة الحلبية. وبدي رحب معي بضيوفنا اليوم بمسيو جوزيف توماجيان صناعي، أهلا وسهلا فيك، وأيضا نعيم عتريني تجاري، أهلا وسهلا فيك تاجر، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحكم وشرفتونا. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلينا نحكي عن تحضيرات المعرض، قديش أخذت منكم وقت وكم حدا كان مشارك معكم؟ هلا هي اول شيء بدي بس يعني ابتدي انه اقدم تحيه اجلال واكرام لارواح شهدائنا الابرار اللي هن مهدوا الطريق لحتى يصير هذا المعرض وترجع حلب وتنفض غبار هذا الحرب. كانت تمهيده عباره يعني من شهرين لثلاث شهور، كان الحلبيه كمان مثل ما قلتي زميله يالا هو مثل بيقولوا انه خليه نحل، كانوا يعني انه كانوا شغل عشاء وتحضير وشغلوا ليل وصبح، انه واصلوا انه الصبح مع النهار لحتى نوصل اليوم لهي النتيجه اللي هي مدتها انه خمسة ايام من الساعه 4 للساعه 9. طبعا هن 77 منتج و77 صناعي وتجاري، في كثير يعني انه في كثير مهن وحرف يدويه موجوده بهذا المعرض. تمام مستر جوزيف، رح انتقل عندك، يسعد لي صباحك، الحمد لله على سلامتكم. اكيد بدنا نقول لكم اهلا وسهلا فيكم بالشام. يعني دائما المنتجات الحلبيه كلنا بنلجا لها من الجوده العاليه ومن الكواليتي المهمه. خلينا نحكي اليوم، يعني نحن مرقنا بظروف صعبه وخاصه حلب، معاملنا راحت، بيوتنا راحت والى اخره، ولكن رجعنا نفضنا الغبار وامنا من جديد. هيك خطوات ودمج بين المحافظات قديش مهمة للدعم ولأخذ فكرة جديدة ولحتى نثبت أنه نحن موجودين؟ كتير مهمة، ونحن بصراحة بعد ما راحت المعامل وتحررت من كام شهر وقدروا ياخدوا كل شيء بس ما بقدروا ياخدوا اللي جوا، لذلك عنا القدرة نرجع نقوم وإن شاء الله راح نقوم إن شاء الله بنسبة الشيء. طب اليوم المشاركة بالمعرض بتكية سليمانية، هذا المكان يلي هو أصلا عريق يعني حلو كتير صحيح، خلينا نحكي عن مشاركتك اليوم معنا. مشاركتنا كانت ضمن منتجات طبيعية، نحن حولنا الكوزمتيك مواد التجميل، طلعنا مواد تجميل طبيعية تكون مواد الأولية من بلادنا، يعني بالزيوت الطبيعية اللي بتطلع ببلدنا مشان نكسر الحصار كمان، وشوي شوي عم نطور. عنا زباين منصدر هالمنتجات كنا لأوروبا طبعا قبل الحرب، قبل ما يروح قبل الأزمة، وبعدين راح المعمل وراحت الآلات وراحت المواد وكل شيء، بس مع ذلك رجعنا وإن شاء الله نرجع منقدم منتجات ونرجع منصدر ونرفع رأسنا أكيد إن شاء الله بنرجع كلياتنا. وخلينا نحكي عن أهمية المعرض وخلينا نحكي عن مشاركتك، بشو شاركت بالمعرض؟ ومثل ما حكينا 137 منتج و77 مشارك، خلينا نحكي عن روح العمل الجماعي بيناتكم. هلا هو كان في كثير مشاركات وكان في عدة مهن يعني مشاركت معنا، ونحن انطلاقا يعني من منهج سيادة الرئيس يعني انه بإحدى مقابلاته اللي اكد فيها على 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 أهمية إعادة الإعمار، نحن انطلقنا بدعم مشروع صغير، وانا كان مشروعي هو تجارة الألبسة الرجالية الجاهزة، وكانت يعني مشاركتنا صغيرة كثير يعني، وانه بس انه كبداية كانت انطلاقة كثير حلوة لحتى نوصل لهون او لحتى نوصل لكل العالم انه سوريا لك عامة وحلب خاصة انه هن قادرين انه يفرجوكي انه السعر الكويس وانه لك المنتج القوي وال يعني والجودة العالية. تماما
وكانت يعني وكان في روح كان انه كان في كثير روح جماعيه حلوه يعني بين ال 77 مونتاج لحتى وصلنا لهون، ولحتى انه كان امبارحه انه كانت بدايه كثير حلوه يعني. خلينا نحكي لك عن امبارح، كيف كان الزوار يلي اجوا، مين اجت الشخصيات على المعرض، كيف كانت كمان الاقبال عنكم؟ هو زارنا امبارح انه كثير شخصيات حلوه وكان في كثير اقبال، يعني اذا بدنا نعتبره كبدايه انه لمنتجات انه حلبيه بحته موجوده بالشام، كان انه كان كثير حلو. وان شاء الله يعني نحن اليوم نحن انه ناطرين ممكن يكون انه شيء احلى او 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 لك مو ممكن، اكيد نحن متاكدين انه في اقبال على الصناعه الحلبيه، لانه الصناعه الحلبيه والتجاره لازم يكونوا قوايا، لانه هن يعني المفروض يكونوا خاصره سوريا، يعني خاصرتها القويه اذا زارتنا التعبير يكون. اكيد استاذ جوزيف، حنحكي اكثر يمكن عن هي المشاركه اليوم، اجتمعتوا كلكم لحتى تدعموا بعض، وخلينا نحكي عن اهميه عرض هي المنتجات وخاصه الطبيعيه. يعني نحن السوشيال ميديا صار هيك فيه يفوت على اي بيت، ولكن اذا شفناهم بالعين المجرده للاغراض او للثياب او لاي مواد هي بتكون يمكن احسن واحسن. خلينا نحكي كيف كانوا عالم، كيف حبوا المنتجات، وكيف كانت هيك ردات فعل والاقبال، وانتم حبيتوا الشيء اللي شفتوه امبارح؟ اكيد نحن كثير انبسطنا امبارح، شفنا الاقبال والزوار كانوا كثير معجبين بالمنتجات وما عندهم فكره، لو كمان غايه المعرض التعريفيه انه يعرفوا الناس انه في عندنا منتجات بالبلد وكانت تتصدر من 20 سنه لاوروبا وكذا، صار شيء تعريفي. بس هلا نحن بالنسبه لمهنتنا مثلا الاقبال النسائي الانثوي اكثر، لانه بيحبوا بتعرفي البرودويات الطبيعيه للحمام للسكراب بيلينج هيك شغلات. ونحن يعني بعدنا محافظين على الصابون الغار وفيها هذا موجود، هذا الشيء موجود بالصدر دائما، نتمنى يعني تجوا، نتمنى تجوا وتشوفوا يعني صابون الغار والمطور. حتى المواد اللي عم تقدموها هي اوريدي فيها منتجات حلبيه، يعني طبعاً من الصابون وكلها من زيوت طبيعيه من بلدنا. وهلا دخلنا على شيء اهم، رح نبلش نقطر النباتات الموجوده ببلدنا مثل الورد الشامي، الياسمين، الشغلات، ونطالع الزيوت العطريه ونطالع بسموها الماءات يعني تبع هالاعشاب ان كان طبيه او تجميليه، وهذا شيء بيساعدنا كثير انه ما بقى نستورد هيك امور من برا. تمام. خلينا نحكي عن المعرض، لأمتى مستمر؟ من أي ساعة التكيل السليمانية تستقبل الزوار؟ هو المعرض مستمر لخمسة أيام، كل يوم من الساعة 4 للساعة 9 مساء. طبعا موجودين نحن دائما، قلت لك إنه في كتير مختلف وفي وممكن تروحوا تشوفوا وتتعرفوا على الجودة، لأنه الجودة بالآخر يعني السوق المحلية يعني إنه في سوريا عامة بحاجة إنه لحتى إنه شوي تشبع، فلذلك نحن هلا حاليا مكتفين بالسوق المحلية، وأغلب المنتجات يلي إنه راح تصير إنه بعد المعرض راح يعني إنه راح تفتح إنه باب التصدير لدول الخارج، لأنه يعني إنه لقيت كتير نجاح كبير هون بتكية سليمانية ومتوقعين. طب نعيم، خلينا نحكي يعني هلا الوضع الاقتصادي على كل الناس هو شوي صعب، خلينا نحكي عن الأسعار، كيف عم تكون الأسعار؟ دائما بنعرف إنه كلنا بنطلع على حلب وبنفتل وبنجيب بأسعار كتير حلوة، فبالمعرض كيف عم تكون الأسعار؟ وحتى مثلا في تشجيع إنه يكون في تبادل تجاري بين دمشق وحلب، في مثلا إنه مشاريع هيك جديدة؟ هلا بالآخر بداية هو يعني إنه حلب ودمشق هن أخوة بالآخر، يعني نحن سوريا وحدة وفي تبادل من ناحية الأسعار. عم بستفسر مشان أفتح محل أنا هيك. إيه تماما. من ناحية الأسعار هلا نحن طبعا يعني إنه حلب معروفة إنه شو اسمه بالجودة وبالأسعار أكيد. المنافسة خارجيا كمان مو بس بالسوق المحلية. فإنه رح تشوفوا كتير أسعار منافسة يعني كتير يعني. ورح تلاقوا الفرق الجوده ورح تلاقوا يعني انه فرق المنتج كامل كسعر وكجوده وكاناقه. فيعني انا حابب ادعي كل المشاركين يشاركونا لحتى بس هيك يتعرفوا على يعني الاسعار حلوه، بدنا نقول لكل الناس الاسعار كثير حلوه وكثير منافسه، وفي منهم يعني هلا
هلا في بعض المحلات عم تبيع جمله وفي بعض المحلات عم تبيع مفرق، فيعني كمان نحن يعني انه في فرق لتجار الجمله يكونوا يعني يكونوا موجودين معنا لحتى يستفيدوا من هذا الموضوع. في هدايا كمان، وفي هدايا يعني الكعينات طابوغه شغلات هيك ممكن الزوار اللي بيجوا ياخذوا هدايا عشان يجربوا عشان تجربوا المنتج. ما في احلى من هيك هدايا، ونرجع لحلب يعني نشوف الثياب الحلبيه صابون الحلبي ما في احلى من هيك. حلب نوجه تحيه لكل اهالي حلب. خلينا نحكي عن اهميه دعم المشاريع الصغيره والمتوسطه برايك، ونحكي انتم الاثنين كمان خلينا نحكي عن الصعوبات اللي واجهتكم. الصعوبات كانت لما بعد تحرير المعامل بفضل جيشنا الباسل، الصعوبات كانت انه شفنا كل شيء مدمر، الات ما في كذا، تركين بعض الالات اللي ممكن نصلحها او نعمل شيء، حتى تصليحها قطعة، حتى تصليحها قطع وكلفة. اليوم صار في كلفة هائلة، آلات أجنبية بدها قطع بدها أكسسوار كذا. بالنسبة لاستراتيجية السيد الرئيس بدعم المشاريع وترجع تنهض الصناعة، تعرفي حلب كانت عاصمة الصناعة يعني، كتير ساعدت وكتير عطتنا دفع وتشجيع يعني مشان نقدر نرجع نقوم، ورح نقوم أكيد 100%. نعيم خلينا هيك شوي نطلع عن الموضوع ونحكي بقصة أنه أنت كشاب حلبي شفت هيك كتير ظروف صعبة مرقت فيها. منشوف بعض الشباب استسلموا للوضع وقالوا أنه خلاص خلاص خلاص، ولكن الشباب اللي مثلك اللي هن حاولوا ينهضوا من جديد، حاولوا يروحوا على التجارة اللي هن بيحبوها، حاولوا يمكن يستفسروا من تجار، يستفسروا من رفقات والدك أو من اللي حواليك أنه كيف أنا بدي اطلع من اول وجديد، وهي ليكك مشارك انت بمعرض بغير مدينتك. هلا في مثل بيقول يعني انه ما بعد الموت الا القيامه، وما فينا يعني نحن بالاخر يعني هي حلب، هي يعني انه هي شغله عمل، فيعني انت ما فينك تكوني ساكنه بحلب وانه واحد يستسلم. حتى الطموح بده يكون عندك طموح يعني انه غير محدود، لانه بالاخر نحن الشباب اذا ما وقفنا هون يعني وشغلنا البلد ما راح يعني لك ما راح تشتغل، رغم انه انا ما عملي راح ويعني والاتي انسرقت، ولكن تصلحت انه بايدي صناعيه انه شغل البلد يعني سوريه، انه سوريه لك 100% وقطني سوري 100%. نحن يعني انا لك منتج حلبي وطني بامتياز. تمام. فيعني لذلك يعني نحن انه رح نرجع ورح نرجع اقوى ان شاء الله. والصعوبات موجوده البلد كلها يعني، هلا نحن بحرب وهذا الشيء لازم يتقدر، لازم نقوي بعض اصلا، لازم نقوي بعض. كنا اكيد ايد واحده. خلينا نحكي بالختام، كيف ممكن ترجع الصناعات الحلبيه لألقى المعروف والمشهور مو بس بسوريا بالعالم كمان؟ الخطوه الاهم هو التسويق. يعني اليوم صناعي قدر يرجع ويصنع ويطالع بضاعة، إذا ما قدر يسوقها مشكلة كبيرة. التسويق هون بيلعب دور مثلا المعارض، الندوات، الحملات الدعائية، التسويق كثير هام. ممكن تشجيع السياحة، بس لأنه إذا الصناعي داخلية ما قدر يصرف بضاعته مشكلة كبيرة يعني. ولازم برأيي، هذا رأيي شخصي، لازم كل الصناعيين يتجهوا للتصدير، ضروري نصدر بشكل من الأشكال، ومستقبلا هذا هو. لأنه السوق المحلية هلأ يمكن شوي يعني أنه بلشت أنه شبعت، فهلأ المفترض أنه التصدير لبرا لحتى بس نفرجي بلاد برا أنه سوريا رغم حربة ورغم المرض قادرة أنه تكون واقعة إجرية. نحن من مئات السنين نحن نفرجيهم بالموضوع لقطع كمان القطع الأجنبي، قطع الأجنبي بأول العملة بأول البلد. تمام. يعني 2020 كانت شوي صعبة، سنة 2020 كانت شوي صعبة على الناس، كتير صعبة. اليوم نهايتها ختامها مسك بأنه كان في معرض كتير حلو. بدنا نتمنى لكم التوفيق، وأكيد بدنا نقول تحية لكل الحلبية وشكرا كثير لكم، وبدنا ندعي الناس بتكية سليمانية من الساعة 4 للساعة 9 بالليل. اليوم من اليوم 5 أيام ولا لا
ليوم الجمعة. من الثلاثة معنا ليوم الجمعة، أكيد فيكم تروحوا تزوروا المعرض والمنتجات، أسعارها حلوة والكواليتي مهمة ومنافسة أكيد. نتمنى لكم التوفيق وموفقين. ميرسي، شكرا لكم، تفضلوا زورونا. أكيد حنيجي ونزوركم، ومثل ما قالت لياح بندعي كل الناس اللي عم يتابعونا أكيد الكل يروح ويحضر المعرض المتميز. نتمنى لكم التوفيق والحمد شكرا. لله على سلامتكم من جديد. شكرا لوجودكم. قلت الحلبية 100 سلامة. 100 سلامة. 100 سلامة.